هذا ان فيت الفيلم اللي كنصوروا فيه هو بسارة اوفردوز يعني اون لا ادابتي اون فيلم زعما غنديروا فيلم فيلم سينمائي وبيان سور فدوى لان هي الشخصيه اللي كنت خدمت معها بوغ بسارة يعني الناس اللي كيعرفوا بسارة اوفردوز هما دوك الكابسول اللي صورنا الانترنت هذه شي 3 سنين شبونس ولا عامين وكان عندهم واحد الاقبال زوين وكان ضجه وكان خلقت المهم خلقت واحد الحركيه فكريه غنسميوها وجاتني الفكره بانني نكتب سيناريو كان من البروجيات اللي كنا خدمنا عليهم خدمت اليوم اون توكا سيد نكتب واحد لوميتراج باش نشرحوا شكون هو هذه الشخصيه وخصوصا نعطيو واحد القصه اخرى حيت لان ملي كنصوروا في الانترنت كيكون داك الشيء غير يعني مصور بايفون ماشي في وقت طويل ما كاينش يعني المهم كاين واحد التفكير ديجيتال دونك وكان عنده واحد الاهميه سوسيولوجيه لان بالنسبه لي كنهضروا على المجتمع كنهضروا على واحد الطبقه كنهضروا على الناس وتفاعلوا معها كاع المغاربه تقريبا فين ما كنمشي شي بلاد الناس كيعرفوا بانني انا صيبت بسارة اوفردوز ولقيت بانه علاش ما نديرش فيلم اللي هو تيهضر على المجتمع تاعنا من واحد الطريقه بحال تشيكوف يعني ما طريقه على فوا كوميديا ولكن باش نحكي واحد الماساه لواحد الشخصيه باش نشوفها في المجتمع تاعها. بروجي ديال بسارة اوفردوز في الاول كان بروجي ديال دي كابسول وابري واحد واحد النوضه نضت عليه الى انتريسي بزاف هشام باسكو في ابري مشى كتب ليستوار ديال هاد البنت باش نعرفوا علاش هي خرجت بهذوك الفيديوهات وكتهضر هذيك البيرسوناج هكاك وكاعي وما عجبو والو دونك ابري كتب السيناريو ديال الفيلم باش نشوفوا القصه ديال كاتي مالها علاش توصل لذاك الشيء كامل اي في لو فيلم غادي نفهموا اكثر غتكون مساحه كبيره اصلا باش الناس يفهموا منين جات والبيئه ديالها فين كبرات والناس اللي معاشراهم وشكون هما صحابها وشكون هما شكون اللي معاها وشكون اللي ضدها كنفهموا القصه ديالها مزيان باش كنفهموا علاش هي في الاخر كتكعاو وكدير هذوك الفيديوهات. المشاركه ديالي في هذا لونميتراج هو تقريبا اول لونميتراج ديال هشام العسري اللي كنشارك فيه وصافي انورميمون بليزير هو بمثابه الاخ الصديق كنتمنى ان شاء الله لو رول ديالي يعجبهم وانا تايق في ليكيب كامله كاع الدراري اللي لاعبين معايا باسكو حنايا راه واحد لونيتي وحده. الدور ديالي اللي هو واحد الولد مزعوط في واحد البنت وغير تابعه المهم لا سيزون كامله هو تابعه في الاخر غتولي معاه هو. الفكره ديال كيفاش عيط ليه في المن ديجا كنعطي له النيميرو ديالي واحد النهار غير مريح تجاني اتصال فوالا كي واش تقبل دير معنا واحد الدور مع مخرج هشام العسري ديريكتوم قبلت. هو هشام العسري مخرج كبير اولا والعمل مقنع العمل مقنع و لو بروجي اون جينيرال سي ان بروجي في لا كوميدي في لو درام في الحياه اليوميه ديال الانسان المغربي الوغ اي منتج يبغي هذا لو بروجي هذا غادي يكون لو بروجي ناجح 100% ليكيب واقفه عندنا اون كروند ايكيب اللي واقفه على العمل واقفه على لو بروجي وكنتمناو الخير ان شاء الله.